أيمن أشرف في اللقاء. محمد هاني ومواجهة مع فايز سليماني، عدى فايز سليماني لم ويلعب كرة بالعرض، الكرات الخطيرة، التغطية العكسية المرة دي أيمن أشرف، ولكن أحمد حجازي واقف صح ومقفل صح ويشيل الكرة. تريزيجيه اللي بيضغط، ادي امامنا زيزو يضغط يعدي بالاول والثاني، اللاعب اللي امامنا عبد الله، عبد الله امامنا هو علي محمد، اول ركنيه في المباراه، اول ركنيه في المباراه لمنتخب جزر القمر عن طريق لاعب مارسيليا. ادي امامنا هو طلع فعلا قفشه ودخل مكانه حسين الشحات، التبديل اللي تم في الدقيقه ثانية، يعني المنتخب المصري التبديل كان المفروض يكون بدري عن كده شوية، التبديل كان لازم يعني مع لحظة نزول اللاعبين، لكن يبدو الحكم الرابع والحكم استأنف المباراة، واحنا كنا بنلعب أول دقيقتين بعشرة لاعبين. على طول الكرات العالية خطرة جدا جدا جدا، لكن فدائية من محمد هاني، وكرة اللي بتعدي أمامنا أهو تضرب في قدم فايز سليماني وتطلع كورة إلى خارج الملعب. البداية المتوقعة منتخب جزر القمر، الشوط الأول خلاص فترة التعارف مع المنتخب المصري في أول مواجهة وأول لقاء، وسط الأجواء الاحتفالية وافتتاح الملعب، ونجحوا الحقيقة بعد ما كان منتخب مصر قريب إنه يسجل، لم يستغل الكرة كهربا ارتطمت في العارضة، كان حظ غريب الحقيقه الكهرباء، وايضا الفاول اللي لعبه تريزيجيه بعد خطا حارس المرمى علي حماده لمس الكوره مرتين داخل منطقه جزائه، والحكم ادى ركله حره غير مباشره بقرار كان من الحكم بيان بينوسينكو، ثم كره قفشه الراسيه من الكره اللي اتعملت له من طارق حامد، وبعد كده بقى شفنا يعني خطوره رقم 11 ابراهيم مادي، وخطوره ايضا ماتشنجاما 10 وسليماني 7 وبكال 22 والقائد الفاردو اللي في المقدمه. لمسه المره دي ادي حسين الشحات رقم 9، ادي حسين قدم اداء مميز قوي مع النادي الاهلي حسين الشحات في هذا الموسم، وسجل في مرمى الانتاج وسجل في مرمى اسوان، وكان ايضا سجل في مرمى اطلع بره 3 اهداف، وسجل في مرمى كان من غينيا الاستوائيه، قدم اداء لافت به الانظار الحقيقه حسين الشحات منذ انضمامه من نادي العين الاماراتي في فتره الانتقالات الشتويه في الموسم الماضي. ادي امامنا انطلاقه وفاول، هل نشوف الاداء المصري القوي المتوقع؟ وادي امامنا انذار، انذار للاعب رقم 8 فؤاد بشيرو، ادي انذار لبشيرو، فؤاد بشيرو يتلقى الانذار رقم 8 في هذه اللقطه وفي هذه الكره، ونشوف بقى ان شاء الله الاداء يتحسن، شوف الاداء يتحسن، شوف ايمن اشرف عامل المسانده وتقدم وتوغل بشكل يعني متميز ما شفناهوش الشوط الاول، فرد الشخصيه والاسلوب والروح، كل دي امور لاستعاده الثقه ومصالحه الجماهير وتقليل الضغوطات. وادي الكره العاليه، كرات ثابته ما استغلتش حتى الان رغم ان بنملك محمود علاء وبنملك احمد حجازي، سلام حلو قوي حسين الشحات، الشحات عايز يلعبها بقدم وبالكعب، لكن الكوره على طول يقطعها المره دي اللاعب عبد الله علي محمد، وكوره اماميه لكن تطلع كوره الى خارج الملعب. اول 5 دقائق تعادل امام كينيا 1-1 كان لمنتخب مصر في برج العرب، وننتظر ادي حسين الشحات دخل مكان محمد مجدي قفشه، تسع مباراه لحسين الشحات مع وسط الملعب، طارق حامد المره دي غطى صح، طارق حامد كمل صح، كوره هدف دي، كوره هدف دي، فرصه هدف في الدقيقه 52 وركنيه ثانيه، ومنتخب جزر القمر بدا يندفع وبدأ يهاجم وبدأ يضغط في رحلة البحث عن الهدف الأول. محمد الشناوي على طول بيطلع بقبضة الإيد ويشيل كرة خطرة جدا، تسديدة ترتطم في أحمد سيد زيزو ومعها الركنية الثالثة. ضغط ضغط كبير بعد الفرصة بتاعت فاردو اللي اتعملت وأنقذها طارق حامد ببراعة الحقيقة، وركنية ثالثة. أمير عبده واضح تعليمات من الضغط المبكر في الشوط الثاني.
وده المتوقع. الشوط الاول كان عندك الفرصه ان تسجل وتتقدم في فتره ارتباك وفتره خوف وفتره رهبه من اسم مصر وتاريخ مصر، لكن لم تستثمر هذه الفتره في التسجيل، وبدا المنتخب اللي امامنا ياخد وضعه وياخد ثقته. الكره بتعدي لكن على طول شيل محمد هاني. محمد هاني كرة أمامية، بلغة الكرة أنت بتطفش في اللقطة الماضية، لكن طبعا إبعاد كان ناجح الحقيقة يعني، لكن لازم يكون في شكل أفضل من كده. نتكلم على الوضع الطبيعي، الأداء الجماعي، الانتشار، التمرير، التحرك بدون كرة، الغيرة والرغبة في الوصول إلى نتيجة إيجابية لإيقاف كل الضجة وكل الكلام اللي بيدور في هذه الفترة ومصالحة الجماهير، وده الأهم. الجمهور المصري، الجمهور العريض، أمامنا هنا انطلاقة، محاولة من الفردو، لكن المرة دي برافو محمد هاني، قطع حلو محمد هاني. عمرو السولية قائد المنتخب النهارده، عمرو في غياب أحمد فتحي في دكة البدلاء. محمد هاني عايز يعدي وضغط وخد فاول، اللاعب امامنا فايز سليمان. فايز سليماني خد فاول. الشوط الاول انذار لكهربا، الكره المشتركه اللي كانت مع قاسم مدهومة، وانذار كان لايمن اشرف في كره كانت ايضا مع اللاعب سليماني. وادي امامنا الكره بتاعت يوسف ماتشنجاما الخطيره اللي عدت واللي انقذها محمد هاني. امامنا هو شال كره كانت خطره جدا، لكن الخطيرة بتاعت الفاردو اللي عدى الفاردو الحقيقة، وكان خطير في توغل وفي التقدم، ومهم قوي الأدوار يعني. بدأ اهو نشوف رقابة من طارق حامد مع الفاردو، الفاردو بدأ يكون على رقابة لاعب ريد ستار بلجراد. الفاردو ادي امامنا هنا ضغط من ابراهيم مادي، يلعبها للفاردو، السرعة والمهارة، الضغط المرة دي، الضغط المرة دي من أحمد حجازي، ولكن الكرة تطلع إلى خارج الملعب. أصبح منتخب جزر القمر هو اللي متحكم في إيقاع ورتم المباراة، لأنه هو اللي ليه شكل وليه حضور، وفي تحرك بدون كرة، وفي تفاهم، وفي استغلال للثغرات، وفي قراءة لنقاط ضعف منتخبنا. في المباراة الأولى أمام كينيا كان في مشاكل في عمق وسط الملعب وفي قلبي الدفاع، ولكن النهارده بنشوف كهربا في هذه الكرة. كهربا ممكن يحل لك مشكلة، ممكن يفك لك أزمة. كهربا إلى تريزيجيه، كرة خطيرة، هل يلعبها بالشكل الصحيح؟ يلعبها، ولكن كرة بالعرض وحارس المرمى تصل إليه سهلة. كرة كانت سهلة، كانت ممكن تتلعب بشكل أفضل الكرة اللي فاتت دي، لكن أول كرة تريزيجيه بعد استخلاص لكهربا، الكرة كانت مميزة الحقيقة وهجمة واعدة. والفاردو، الفاردو محمود علاء وحكم اللقاء وركنية، وحكم اللقاء وركنية أمامنا، ويبدو هناك إنذار، يبدو هناك إنذار. أدي الفاردو محمود علاء وعيب، يدوروا على ركلة الجزاء. خلي بالنا في الكرة دي، أدي الحكم والمساعد ومحمود علاء مع الفرد الخطير المشاكس، وحكم اللقاء. امامنا انذار لمين؟ يبدو في انذار للاعب نجيم عبده، انذار لنجيم عبده، انذار لنجيم عبده، اهو قائد المنتخب نجيم عبده ياخد انذار. لكن ركنيه رابعه، وخلي بالنا من الكرات الخطيره اللي بتتلعب على منتخب مصر من خلال الفرد ومن خلال رقم 11 ابراهيم، ومن خلال فايز سليماني 7 وبكاري 22، وركنيه رابعه، ولكن المره دي على طول يقابل عمرو السوليه. حسين الشحات تطلع كوره رمي التماس، شفنا الكوره كانت واعده بتاعه تريزيجيه، لازم الحاجات دي نستغل انصاف الفرص. مباريات اللي خارج ملعبك في ظل يعني ظروف غير طبيعيه، يعني خروج أفشة اللي هو صانع الألعاب. طب مين اللي هيلعب دور صانع الألعاب في غياب طبعا عبد الله السعيد؟ نتمنى له إن شاء الله عبد الله السلامة، عنده إصابة في الركبة.
يغيب 6 أسابيع عن نادي بيراميدز، واحد من اللاعبين